بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب مساكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليوم عناوين، والذي سنتابع من خلاله أبرز ما جاء في الصحافة المحلية وكذلك جولة في أبرز العناوين العربية والعالمية. دعونا في البداية نتابع أبرز عناوين هذه الحلقة. السعدي للشورى 10 ملايين مخصصات الاتحادات وتعاقدات الأندية سبب المديونيات. استبعد لاعبي صحم والسويق والمحترفين خارجيا، فيربك يختار تشكيلة المنتخب الوطني. آمال عربية عريضة في دور الأبطال، العين مستعد والأهلي جاهز والتعاون للاستقلال. قالوا عنه انتهى كرويا فرد عليهم ميدانيا، إبرا يتوج المانيو بأول ألقابه مع سبيشال وان. نشوة اكتساح البارسا تستمر محليا، باريس قسى على مارسيليا بخماسية في الكلاسيكو. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. نبدأ وإياكم هذه الحلقة باستعراض لأبرز العناوين في الساحة المحلية، حيث ركز أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى في جلسة استضافة معالي وزير الشؤون الرياضية على المطالبة بإشهار أندية رياضية جديدة وإشهار أندية الفروسية والهجين في الولايات، كما تركزت الأسئلة حول غياب الترشح في إدارات الأندية وعدم وضوح الاستراتيجية للرياضة العمانية، وذلك في الجلسة التي عقدت صباح أمس وتستكمل اليوم. صحيفة الرؤية تابعت أبرز نقاط النقاش التي طرحت يوم أمس وقدمتها في التقرير التالي، نتابع. تحدث معالي الوزير في رده على سؤال حول الدوري فقال إن دور المحترفين أوجده اتحاد كرة القدم والوزارة ليست معنية به وهو مستقل، والقرار اتخذه الاتحاد بعد موافقة الجمعية العمومية، وإذا ارتأوا ألا يستمروا فهو قرارهم، وإن مديونية الاتحاد ومنذ 10 سنوات تزيد أو تقل وهي معلنة وأقرت في اجتماعات الجمعية العمومية وهي أقل عن الرقم الذي تم طرحه وتداوله بنسبة 30%، وأن دخل اتحاد الكرة السنوي 7.5 ملايين والدعم الحكومي 4 ملايين، والمديونية لا تمثل عائقا على نشاط اتحاد الكرة. وأضاف أن الخطة الموضوعة للتخلص من المديونية تمتد ل4 سنوات، وإذا عجز الاتحاد عن تسديدها فإنه ومن الممكن أن تقوم الوزارة بسدها، ولكن من موازنة الاتحاد وليس من ميزانية الوزارة. وأكد معاليه أن الاتحاد الحالي يعلم تماما واقع المديونية، فهو يضم أعضاء سبق وأن عملوا من الاتحاد السابق، فضلا عن اطلاع المرشحين على المديونية قبل دخولهم الانتخابات ومن ثم نجاحهم بكسب ثقة الجمعية العمومية. وتساءل سعادة سليمان بن عامر الراجحي ممثل ولاية جعلان بني بوحسن عن تراجع نتائج المنتخبات الوطنية ومدى رضا الوزارة عن النتائج التي تحققت، لتأتي الإجابة من معاليه بالقول النتائج جيدة، ولكن الرياضة عموما تمر بمراحل ومستويات متذبذبة، وهناك خطة يضعها كل اتحاد للرقي بمستوى اللعبة التي يديرها، وعلى ضوء تلك الخطة تعتمد وزارة الشؤون الرياضية الدعم ومقداره لذلك الاتحاد، ولا يمكن أن تقدم وزارة الشؤون الرياضية دعمها لأي اتحاد ما لم يقدم خطة متكاملة. وحول الاستثمار قال معالي هناك أندية ماضية في الاستثمار وهذا مؤشر جيد. وحول مراكز الناشئين أوضح معالي أن هناك عزوف عن مراكز إعداد الناشئين على الرغم ما ينفق لهذه المراكز، واقترح أن تكون الأندية هي من تدير تلك المراكز مع متابعة من وزارة الشؤون الرياضية. وحول رياضة المرأة قال المرضوف إن رياضة المرأة تلقى الاهتمام الكبير من الوزارة، والرياضة النسائية حققت المركز الثاني على مستوى دول الخليج، وأضاف إن الإنجازات مستمرة والرياضة العمانية بخير والنتائج جيدة. وحول اتحاد الفروسية أوضح معالي إن اتحاد الفروسية غير موقوف ومشاركته موجودة، ومركز الجبل الأخضر تم تأجيله في الوقت الحالي. وطالب سعادة شماس بن خالد الريسي ممثل ولاية لوا بتخصيص نادي لذوي الإعاقة، أجاب معاليه بالفعل يجب زيادة الدعم لهذه الفئة، وسوف يتم
التنسيق مع وزارة الإسكان لتخصيص قطعة أرض لبناء مجمع رياضي لذوي الاحتياجات الخاصة، وأضاف معالي نادي الأمل مفتوح للجميع، وبالتالي هناك برامج وجداول يجب الاتفاق عليها مع إدارة النادي. وإلى خبر آخر، حيث بحث سالم لوهيبي رئيس مجلس اتحاد الكرة في العاصمة المالزية كوالالمبور مع شيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عددا من الموضوعات المهمة في الشأن الكروي المحلي، أبرزها ما يتعلق بدور عمانتل للمحترفين وكذلك برامج الدعم والتطوير التي يتبناها الاتحاد الآسيوي. صحيفة عمان تابعت أبرز ما دار من مباحثات فخرجت بعنوان تقول: لوهيبي يبحث مع رئيس الاتحاد الآسيوي برامج الدعم والتطوير، حيث خلص الاجتماع إلى قيام الاتحاد الآسيوي بتشكيل فريق فني متخصص لتقييم تجربة دوري عمانتل للمحترفين من حيث الإيجابيات والسلبيات، مع تقديم المقترحات الكفيلة بتحسين جودة المسابقة واقتراح الآليات التي تساعد الأندية في تخفيف الضغوطات المالية التي أفرزتها التجربة السابقة، على أن يتم رفع تقرير مفصل بهذا الخصوص. أما فيما يتعلق بجانب التطوير والدعم، فقد أكد رئيس الاتحاد الآسيوي وقوفه مع الاتحاد العماني لتبني مشاريع التطوير التي تساهم في نشر اللعبة وتأهيل الفنيين المتخصصين في الإشراف على هذه البرامج التطويرية. أعلن مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الهولندي بين فيربيك قائمة لاعبي المنتخب الأول للمعسكر الداخلي خلال الفترة من 5 إلى 9 من مارس القادم. صحيفة عمان رصدت القائمة الأولية فخرجت بعنوان تقول: فيربيك يعلن قائمة لاعبي الأحمر للمعسكر الداخلي. وخلت القائمة من لاعبي ناديي الصحم والسويق، حيث يشارك الناديان في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، وخلت كذلك من اللاعبين المحترفين بالخارج، حيث سيلتحق هؤلاء بالمنتخب في المعسكر الثاني والذي سيقام خلال الفترة من 20 إلى 29 من مارس القادم. هذا ويستضيف منتخبنا منتخب بوتان في 28 من مارس في المواجهة الأولى للفريقين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019. عرض منتخبنا الشاب لخسارة أمام نظيره الإماراتي بهدف مقابل 2 في اللقاء الودي الذي احتضنته دبي، ويأتي ضمن خطة الإعداد التي وضعها منتخبنا تأهبا للمنافسات القادمة. صحيفة الاتحاد الإماراتية تابعت فعنونا تقول: الأبيض الشاب يكسب عمان بهدفين وديا، حيث تغلب منتخبنا الوطني للشباب مواليد 1999 على نظيره العماني بهدفين لهدف في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب دياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي ضمن المعسكر الداخلي للأبيض الشاب والذي استمر لثلاثة أيام. سجل طحنون حمدان الزعابي هدفي الأبيض في الدقيقتين 73 و93، بينما أحرز محمد العلوي هدف عمان في الدقيقة 65. ونبقى مع استحقاقات الشباب، حيث تجرى في كوالالمبور مراسم سحب قرعة تصفيات بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما وتصفيات بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاما يوم الجمعة 21 من أبريل المقبل. صحيفة عمان أشارت إلى الرقم القياسي المنتظر في البطولة القادمة فعنونت تقول: قرعة كأس آسيا للناشئين والشباب 21 أبريل المقبل. وتلقى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رقما قياسيا من طلبات المشاركة في تصفيات بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما وتصفيات بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاما. وللمرة الأولى أعلن 46 اتحادا وطنيا المشاركة في تصفيات بطولة آسيا للناشئين، وكذلك أعلن 44 اتحادا وطنيا المشاركة في تصفيات بطولة آسيا للشباب تحت 19، والتي تعتبر من أقدم البطولات القارية على مستوى الشباب. أعلن مجلس إدارة نادي عمان عن فسخه لعقد المدرب الإسباني أندرياس جيسوس بالتراضي، لينضم جيسوس إلى قائمة التعديلات على الأجهزة الفنية والتي أصابت كافة مدربي أندية عمانتل للمحترفين باستثناء الرساق الذي احتفظ مصطفى سويب بمنصبه حتى اللحظة. صحيفة الرؤية أشارت إلى حيثيات فسخ التعاقد فعنونت تقول: صمار مدربا لنادي عمان خلفا للإسباني جيسوس، حيث عقدت اللجنة الفنية بالنادي اجتماعا طارئا ليعلن المجلس عن فسخ تعاقده مع الإسباني جيسوس بالتراضي،
وكان الفريق قد بدأ في دخول مرحلة الخطر حيث لم يحقق سوى نقطتين من أصل 3 مباريات، وتم إسناد مهمة تدريب الفريق إلى المدرب الوطني إبراهيم صومار ليكون على رأس الجهاز الفني. ويعد إبراهيم صومار من الكفاءات الوطنية المميزة في مجال التدريب، حيث سبق لصومار تدريب العديد من الأندية المحلية وخصوصا أندية محافظة مسقط، ويعد أحد الخبراء الفنيين فيها، كما أشرف على تدريب المنتخبات الوطنية ومنها المنتخب الأولمبي. اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكمنا المونديالي المتميز تركي بن عبد الله الصالحي لإدارة مباريات نهائيات كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها مدينة كوالا ترينغانو الماليزية. صحيفة الرؤية أشارت إلى الأسباب التي أدت إلى اختيار الصالحي تحت عنوان قالت فيه: الصالحي يدير مباريات نهائيات آسيا الشاطئية بماليزيا. فقد جاء اختيار الصالحي بعد تفوقه وتميزه في إدارة مباريات البطولات التي شارك فيها، وآخرها كان إدارته للبطولة الدولية الودية الرباعية التي نظمها الاتحاد التايلندي حيث أدار نهائي البطولة كذلك. ويعد الصالحي من أفضل 3 حكام على مستوى قارة آسيا بسبب الخبرة العريضة التي يمتلكها في مجال التحكيم، والتي اكتسبها من خلال مشاركاته المتعددة في إدارة البطولات القارية والدولية حيث أدار أكثر من مونديال لكرة القدم الشاطئية. حقق السلام أمس فوزا كبيرا على السيب ب3 أشواط للا شيء في ربع نهائي بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة المقامة حاليا في العاصمة البحرينية المنامة. صحيفة عمان أشارت إلى إنجاز طائرة السلام فخرجت بعنوان تقول فيه: السلام أول نادي عماني يبلغ نصف نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة. وبهذا الفوز حقق السلام إنجازا كبيرا للكرة الطائرة العمانية ببلوغ نصف نهائي البطولة، وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها نادي عماني لهذا الدور ليكون من الـ4 الكبار على مستوى الأندية العربية، بينما سيلعب السيب مباريات تحديد المراكز من 5 إلى 8. ولم يجد السلام صعوبة في الفوز بأشواط المباراة 3، وفرض سيطرته المطلقة من البداية وحتى النهاية. ونبقى مع بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، حيث كشفت صحيفة البلاد البحرينية عن أطراف المربع الذهبي فخرجت بعنوان تقول: طائرة الأهلي تعبر السويح للليبي وتحلق لنصف النهائي. وتنطلق اليوم منافسات الدور قبل النهائي بإقامة مواجهتين، الأولى بين السلام العماني والجيش القطري الساعة 5 مساء، والثانية بين الأهلي البحريني والريال القطري الساعة 7 مساء، وذلك على صالة الاتحاد البحريني للكرة الطائرة، بينما ستقام مباريات تحديد المراكز على صالة الاتحاد البحريني لكرة الطائرة أو عفوا لكرة الطاولة، باستثناء مباراة الواحد الساعة 3 ظهرا ستقام في صالة اتحاد الكرة الطائرة الرئيسية. واختتمت منافسات ملتقى درع وزارة الشؤون الرياضية لألعاب القوى لأندية محافظات مسقط والداخلية والشرقية، والتي أقيمت على مضمار المجمع الشبابي بنزوة. صحيفة الرؤية تابعت فعنونة تقول: اختتام منافسات ملتقى درع الشؤون الرياضية لألعاب القوى بالداخلية. وشهد الترتيب العام للأندية في فئة العموم حصد البشائر المركز الأول برصيد 183 نقطة، فيما جاء في المركز الثاني الاتفاق برصيد 153 نقطة، واحتل جعلان المركز الثالث برصيد 65 نقطة. وفي فئة الشباب جاء الاتفاق أولا برصيد 230 نقطة، وحل البشائر ثانيا برصيد 194 نقطة، واحتل جعلان المركز الثالث برصيد 47 نقطة. وفي فئة الناشئين تمكن البشائر من الحصول على المركز الأول برصيد 149 نقطة، واحتل المركز الثاني السيب برصيد 141 نقطة، وجاء الاتفاق ثالثا برصيد 112. تحتفي وزارة الشؤون الرياضية في الساعة 7 من مساء اليوم بتكريم المجيدين في الأنشطة الرياضية لعام 2016، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية. صحيفة عمان قدمت الحفل فعنونت تقول: اليوم الشؤون الرياضية تكرم المجيدين في الأنشطة لعام 2016، ويساهم هذا التكريم في تحفيز الرياضيين لبذل المزيد من الجهد والتفاني من أجل التمثيل المشرف للرياضة العمانية
في المشاركات الدولية القادمة والوصول إلى منصات التتويج، حيث سيتم في الحفل تكريم الشركات الداعمة للرياضة العمانية وكذلك تكريم الجهات الإعلامية. وعلى هامش حفل التكريم ستقوم الوزارة بتكريم رؤساء الاتحادات واللجان الرياضية السابقة، وسيتم اليوم تكريم أكثر من 400 لاعب يمثلون 18 جهة اتحادات لجان رياضية، حققوا 194 ميدالية ملونة، 69 ميدالية ذهبية، 61 ميدالية فضية، و64 ميدالية برونزية. إذن كان هذا آخر أخبارنا في الصحافة المحلية، سنتوقف وإياكم مع فاصل قصير، وبعد الفاصل سننتقل إلى جولة في الصحافة العربية، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وطاب مساءكم بكل خير. ننتقل وإياكم إلى جولة في الصحافة العربية، والتي نبدأها مع صحيفة الأيام البحرينية التي ألقت الضوء على أمال وطموحات الأندية الخليجية المشاركة في دوري أبطال آسيا، والتي ستخوض مواجهات هامة ومصيرية في البطولة اليوم لتخرج بهذا التقرير. نتابع التفاصيل من الصحيفة. يريد الجزيرة الإماراتي الرد على منتقدي وتعويض خسارته الثقيلة أمام الأخوي القطري 0-3 في بداية مشواره، عندما يستضيف الاستقلال خوزستان الإيراني اليوم الاثنين في أبوظبي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم. وتعرض الجزيرة ومدربه الهولندي هينك تين كات لانتقادات واسعة من قبل وسائل الإعلام الإماراتية بعد الخسارة أمام الأخوية، بحجة أن تركيز الفريق ينصب أكثر على الدوري المحلي الذي اقترب كثيرا من إحراز لقبه بابتعاده بفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه الأهلي قبل 7 مراحل من ختام البطولة. وستكون مباراة الاستقلال فرصة للجزيرة للرد على الاتهامات من جهة، وإحياء أماله في المجموعة من جهة أخرى، ولا سيما أن ضيفه كان قد حقق فوزا على الفتح السعودي 1-0 في الجولة الأولى، كونه يشارك للمرة الأولى في البطولة بعدما أحرز لقب الدوري الإيراني بشكل مفاجئ الموسم الماضي. وفي المجموعة عينها يسعى الفتح إلى تجاوز عقبة ضيفه الأخوية على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويأمل الفريق الحساوي الذي يمر بمرحلة صعبة هذا الموسم وضعته على حافة الهبوط لدوري الدرجة الأولى لاستغلال عملي الأرض والجمهور وتعويض خسارته الأولى أمام استقلال خوزستان في مسقط. من جهته يتطلع الأخوية لاستثمار بدايته القوية في البطولة واستغلال ظروف مضيفه لإضافة 3 نقاط جيدة تعزز من موقفه في صدارة المجموعة وقطع خطوة كبيرة نحو الدور الثاني. ويتطلع الأهلي الإماراتي للإبقاء على صدارته للمجموعة الأولى عندما يحل ضيفا على لوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني. واستهل الأهلي مشواره بفوز مثير على الاستقلال الإيراني 2-1 في دبي بفضل تألق مهاجمه السنغالي ماكيتي جوب الذي سجل هدفين. من جهته يطمع لوكوموتيف إلى تحقيق فوزه الأول على ناد إماراتي بعدما عجز عن ذلك في 5 مباريات متوالية في البطولة. وفي المجموعة عينها يتطلع التعاون السعودي لتحقيق نتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا على استقلال طهران الإيراني على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. ويبرز في صفوف التعاون فهد الشمري وطلال عبسي وعبد الرحمن البركة وأحمد الزين ونايف موسى والبرتغالي ريكاردو ماتشادو وروماني سان مارتن والسوري جهاد الحسين والفرنسي الحسن نداي.
وإلى الإمارات، حيث طالب رياضيون اتحاد الإمارات لكرة القدم بتقديم مقترح للاتحاد الدولي يفرض واقي الكوع وغطاء الرأس للحارس لتقليل من خطورة الإصابات الخطيرة والاصطدامات العنيفة. صحيفة الرؤية الإماراتية نقلت مطالبهم تحت عنوان قالت فيه: رؤوس بلا حماية، مطالب بفرض واقي الكوع للحد من خطر إصابات الملاعب. وأكد نائب رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الإمارات لكرة القدم سابقا عبد الله بارون أن الضربات التي يتعرض لها اللاعب في الملعب تسبب له بمشاكل في الدماغ مستقبلا. من جانبه حذر لاعب منتخب الإمارات سابقا فهد عبد الرحمن من خطورة ضربات الرأس، مستدلا بتجربته الشخصية عند تعرضه لضربة رأس خطيرة عندما كان في عمر 18 عاما، أصيب على إثرها بنزيف داخلي وخضع لعملية جراحية. دخل دوري نجوم قطر في دوامة الحسبة المعقدة لمعرفة هوية البطل قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، وهذا ما دفع صحيفة الرأي القطرية لإعادة نشر التعليمات التي تفصل في حالة تعادل الفرق بالنقاط. فعنونت تقول: الركلات الترجيحية تطل برأسها كخيار لحسم الدوري، ويتنافس على لقب السد والأخوية اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني برصيد 53 نقطة لكل منهما، ويتفوق السد بفارق الأهداف. ولو استمر التعادل بينه وبين الأخوية إلى نهاية الدوري فإنهما سيلجأان إلى المباراة الفاصلة لتحديد البطل، حيث لا يجوز فوز بطل الدوري بفارق الأهداف. وحسب الفقرة الخامسة من المادة 16 فإن بطل الدوري يتحدد بالمباراة الفاصلة، ولاستمر التعادل في هذه المباراة الفاصلة فسوف يستمر اللعب لوقت إضافي مدته 30 دقيقة على شوطين، ولو استمر التعادل سيتم حسم اللقب بركلات الجزاء الترجيحية. وإلى السعودية، فقد انتقد صحيفة الرياض كل من يحاول أن ينقل التنافس الرياضي من أرضية الملعب إلى أماكن أخرى لاختلاق القضايا ونثر الشائعات، وطالبت الصحيفة بعدم تجريد المنافسات من إطارها الرياضي تحت أي ظرف. ما كتبته الصحيفة نتابعه في التقرير التالي. ما الفائدة عندما تكون الرياضة والمنافسة السعودية مختطفة منذ أعوام إلى خارج الملعب؟ يتلقفها الفضاء والإعلام في مختلف وسائله، ويتحدث عنها اللي يسوى واللي ما يسوى، ويقيمها المتعصب والكذاب والمريض النفسي وغير السوي والباحث عن مصالحه الخاصة بعيدا عن التنافس الشريف، ويؤجج الشارع الرياضي بتصريحاته وأرائه وتعصبه ووقوفه مع هذا ضد ذاك لهدفه لا لأهداف الرياضة النبيلة ومصلحة الوطن وأنديته ومنتخباته. لا فائدة ولهم يحزنون، بل انحدار وتوتر وغياب للمستوى وعدم حصد للمردود الفني الذي ينعكس إيجابا عليها خارجيا. قالها الكثير من الزملاء المتابعين والمحايدين والغيورين عليها، وآخرهم راشد الفوزان، ونكررها الآن: الرياضة السعودية أصبحت مختطفة من داخل الملعب إلى خارجه، حضورها فقط في المنازل خلف الشاشات وفي الفضاء ومختلف الإعلام فقط، وصراعاتها لا تنتهي. وكل ما ظن المتابع أن القضايا انتهت ظهرت قضايا أشد وأخطر. لذلك من الطبيعي جدا أن يكون السقوط عندما تشارك خارجيا في أنديتها ومنتخباتها، لأن التخطيط غير سليم والنظام لا تحميه بنوده ولوائحه. ثقافة الضجيج ظهرت مع إعلام ما يسمى بإعلام رؤساء الأندية أو إعلام المنازل والاستراحات. هذه الثقافة الكريهة أنهكت الجسد الرياضي وحولته من متين لا ينكسر إلى هزيل ينثني مع أي هزة. والسبب العمل الخاطئ والكوارث التي ترتكب من كسر للنظام ومجاملات مكشوفة وتعاقدات خاطئة وعمل إداري عشوائي. فظهرت القضايا والديون التي تلاحقها فضلا عن غياب الاحترافية لدى الاتحاد واللجان ومن يفترض أن يكون بيده القرار، حتى صرنا نشاهد الرياضة وكأنها تعيش في عصر الهواة قبل 40 عاما. ولا نستثني التحكيم خصوصا
خصوصا خلال الأعوام السبع الماضية التي دفعت بكرة القدم السعودية إلى الوراء وساهمت بنقل إثارتها من الملعب إلى التشنج والانفلات عبر الفضاء. وزد على ذلك غياب القانون والحزم في الكثير من الحالات، وهذا لا يليق برياضة تنشد الاحترافية والتطوير وتدخل عصر الخصخصة. لا يمكن أن ينسى المتابع الرياضي اسم المهندس طارق تويجري عندما يتم تداول قضية رخصتي الأهلي والنصر للمشاركة في دوري آسيا قبل عامين، فهذا الرجل هو من وقع عليهما لاعتماد المشاركة، لذلك هو الآن أمام اختبار قوي في لجنة الاحتراف فيما يتعلق بقضية لاعب الوسط عوض خميس، فأما أن يصادق على نظرة الشارع الرياضي المهزوزة تجاهه بعد تلك الحادثة أو أن يؤكد أن ما ارتكبه في رخصتي الأهلي والنصر مجرد خطأ لم يحط به جيدا. ونبقى وياكم مشاهدين الكرام في السعودية، حيث أشار الصحيفة الاقتصادية السعودية إلى الاستقبال الحافل التي حظيت به بعثة الأهلي من قبل جماهير عمانية فضلت التواجد في المطار، حيث حضرت رابطة عدد من الأندية العمانية لتحفيزهم. وحول آخر أخبار الفريق الفنية، عنونت الاقتصادية تقول: لياقة بصاص تبعده عن ذوب أصفهان. واستبعد السويسري كريستيان غروس مدرب الأهلي الثنائي مصطفى بصاص وسعيد ربيعي عن بعثته التي وصلت مسقط في وقت متأخر استعدادا لملاقاة ذوب أصفهان الإيراني غدا في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا، لحاجة الأول إلى برنامج لياقي وإصابة الآخر. إلى العراق، حيث يترقب الجميع الخطوة المقبلة للكابتن راضي شنيشل المدير الفني للمنتخب العراقي بعد إعلانه التشكيل الأولية استعدادا للقاء أستراليا والسعودية يومي 23 و 28 من مارس المقبل ضمن الجولتين 6 و 7 من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. ولم يتضح حتى اللحظة من آلية الإعداد سوى معسكر طهران في 15 من الشهر المقبل، في الوقت الذي ذهبت فيه تصريحات أعضاء الاتحاد المتنوعة بمجموعة من اللقاءات جريدة المدى، التقت نخبة من نجوم وخبراء اللعبة للحديث عن استعدادات أسود الرافدين. نتابع. قال المدرب المحلي المعروف حمزة داوود: للأسف لم يكن الإعداد للمرحلة الثانية يلبي الطموح ولو بنسبة بسيطة جدا، كنا نريد مرحلة ثانية نعيد بها كرة القدم العراقية للواجهة الآسيوية، لكن هناك مشكلة كبيرة ليس لها حل وكأنها لغز محير. لماذا لا تقبل المنتخبات اللعب مع العراق؟ هل العلاقات العامة تنطوي على قصور أم عدم الجدية بالموضوع أصلا؟ وصراحة شيء محير جدا أن تعتذر 5 منتخبات عن مواجهتنا. وأشار إلى أن المنتخب سيدخل التصفيات من دون برنامج واضح، مما يصعب المهمة كثيرا أمام الكابتن شنيشل، فهو لا يمتلك خيارات واقعية ممكن الركون إليها، وأغلب لاعبي المنتخب من تحصيل دوري ضعيف باستثناء المحترفين وهم بعدد أصابع اليد الواحدة أو أقل، وينقصهم الانسجام مع بقية اللاعبين والحصيلة النهائية. أما الإبقاء على الموجود أو التغيير بلاعبي الدوري المحلي وهما خياران صعبان، وما نريده منهم على أقل تقدير وحفظ سمعة الكرة العراقية وعدم تكرار هزائم المرحلة الأولى. نجم منتخبنا الوطني السابق الكابتن سعد عبد الحميد أكد أن الاتحاد والمدرب على ثقة تامة اليوم أكثر من أي وقت سابق بأن إكمال المشوار في التصفيات هو لإسقاط الفرض لا أكثر، والتنازل عن أي أمل في مواصلة المشوار بعد أن أهدرنا 12 نقطة في المرحلة الأولى. وللإنصاف فإن الجميع بات مقتنعا بهذه الفرضية، لذلك فإعداد المنتخب يجري دون اهتمام وحرص. وناشد عبد الحميد الاتحاد والمدرب واللاعبين الاجتهاد من أجل سمعة الكرة العراقية الكبيرة. وعلق النجم السابق هيثم متعب بالقول إن الاستعدادات الحالية متوقعة وهي ذاتها في المرحلة الأولى من التصفيات لم يتغير منها شيء، بل صارت للأسوأ لعدم الحصول على أي مباراة ودية حتى الآن، وكذلك عدم وجود معسكر تدريبي مناسب. ثم ما فائدة استدعاء اللاعبين؟ هل الاستهلاك الإعلامي وكيف سيلعبون؟ هم بحاجة
إلى احتكاك وتأقلم مع بعضهم في مباريات عالية المستوى. وأضاف تكمن مشكلة إعداد المنتخب وتهيئته لاستحقاقات بعدم وجود تخطيط مسبق وتخبط في الإعلان هنا وهناك، إضافة إلى مشاكل جانبية تثار بين الحين والآخر مع المحترفين وحتى المحليين. هذه ببساطة الصورة الحالية للمنتخب الذي نقف خلفه ونسانده، ولكن ليس في اليد حيلة. ننتقل وياكم مشاهدي الكرام إلى مصر، فبعد أن توفي والد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الدولي السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة بعد تدهور حالته الصحية منذ عدة أشهر، أبرز صحيفة الأهرام الرياضية رثاء أبو تريكة لوالده، فعنونت تقول: أول رد فعل لأبو تريكة بعد وفاة والده، حيث كتب أبو تريكة عبر تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: تعلمت منه الكثير، فقدت قدوتي في الكفاح والعمل، رحم الله والدي وغفر له وأسكنه فسيح جناته. وقالت مصادر مقربة من أسرة اللاعب أن محمد أبو تريكة والد اللاعب النجم الكروي تدهورت حالته الصحية قبل عدة أشهر قبل أن توافيه المنية بالأمس. إلى الجزائر، فقد نفت صحيفة الفجر الجزائرية ما أكدته صحيفة الوفد المصرية أن مدرب المنتخب المصري الأرجنتيني هيكتور كوبر قد تلقى عرضا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بالإضافة إلى عرض آخر من غانا لتدريب النجوم السوداء في الفترة المقبلة، لتخرج الصحيفة بعنوان قالت فيه: الفاف لم تتصل أبدا بكوبر، والمدرب القادم للخضر سيكون اسما ثقيلا. وقالت الصحيفة: على الرغم من الخبر الذي أكدته أكثر من صحيفة مصرية أمس، إلا أن مصادر موثوقة من داخل الاتحاد الجزائري نفت هذا الخبر جملة وتفصيلة، مؤكدة أن الفاف وعلى رأسها الحاج محمد روراوة لم يشرعوا بعد في تحديد الأسماء المرشحة لقيادة كتيبة محاربي الصحراء في قائد المسحاقات. بالإضافة إلى ذلك، أكد مصدرنا أن اسم هيكتور كوبر لم يكن مطروحا في يوم من الأيام، أولا بسبب ارتباطه بعقد مع المنتخب المصري، وبالتالي فأنه ليس من عادة الاتحاد الجزائري أن تفاوض مدربا مرتبطا في الأصل، بالإضافة إلى أن كوبر لن يكون بإمكانه قيادة الخضر إلى بر الأمان بسبب الفلسفة التي يعتمدها كوبر والتي هي في الأساس دفاعية. إذن كانت هذه جولتنا في الصحافة العالمية، سنتوقف أو عفوا في الصحافة العربية، سننتقل إلى جولة في الصحافة العالمية، ولكن بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. إذن نرحب بكم مجددا مشاهدين الكرام، وننتقل وإياكم إلى جولة في الصحافة العالمية والتي نبدأها من العاصمة البريطانية لندن. فعلى ملعبها الشهير ويمبلي أحرز المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هدفين ليقود العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد للقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما حقق الفوز مساء اليوم أو مساء الأمس الأحد على حساب نظيره ساوثهامبتون بثلاث أهداف لهدفين. صحيفة التايمز أبرزت تصريحات إبرا بعد المباراة لتخرج بعنوان على لسانه تقول: قالوا إنني سأفشل وكانوا مخطئين. حيث قال إبرا في تصريحات صحفية عقب التتويج بلقب كأس الرابطة أن كل ما تخيلته حدث، الكثيرون توقعوا بأنني لن أنجح هنا ولكني أستمر في المضي على الرغم أنني لست راضيا وما زلت متعطشا للمزيد من الألقاب. وأكد السويدي أن الفوز بالبطولات هو ما جاء به إلى اليونايتد. إلى فرنسا، فقد حسم نادي الباريسي سان جيرمان حامل لقب مواجهة لوكلاسيك بفوزه الساحق على مضيفه وغريمه اللدود مارسيليا بخمسة أهداف لهدف أمس الأحد على سادي فيلدروم في المرحلة 27 من الدوري الفرنسي. صحيفة ليكيب أبرزت الصفعة القوية التي وجهها رجال يوناي إمري لمارسيليا وجماهيره لتكتب في عنوانها: المصفوعين. فقد دفعت الأجواء الحماسية من جماهير مارسيليا بستادي فيلدروم باريس سان جيرمان للتألق وتأكيد تفوقه في الأعوام الأخيرة على غريمه التاريخي مارسيليا في كل شيء، وكان يمكنه الفوز بنتيجة أكبر بكل سهولة. وذكرت ليكيب أن النادي الباريسي خاض مبارته مع مضيفه المتوسطي دون جمهوره بقرار من السلطات بسبب وجود خطر كبير يهدد النظام العام، إلا أنه عوض جماهيره بخماسية رائعة وبأداء جميل.
وإلى إسبانيا، فقد أبرز صحيفة سفيرا ما شهدته الليغا الإسبانية بالأمس من إثارة وندية وحماس بعد أن واصل الغريمين الريال والبارسا القتال على قمة الدوري، وخرجت بعنوان قالت فيه عانوا وفازوا، حيث نجح نادي البارسا في خطف انتصار مثير على حساب نادي أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد على ملعب في سانتي كالديرون. وأبرزت الصحيفة تألق النجم ليونيل ميسي بعدما قاد البلوغرانا للعودة بفوز غال من عريني في سانتي كالديرون أمام منافس صعب. وفي الجهة المقابلة قلب ريال مدريد الطاولة على مضيفه فياريال بشكل رائع، وتمكن من تحويل خسارته بهدفين نظيفين إلى فوز بثلاث أهداف لهدفين في المباراة المثيرة التي احتضنها ملعب لا سيراميكا. وإلى إيطاليا، فقد كبد نادي روما مضيفه فريق الإنتر هزيمة ثقيلة على أرضية ملعب جوزيب ميادزا وقهره بثلاث أهداف مقابل هدف في إطار لقاء الجولة 26 من الدوري الإيطالي. صحيفة لاجازيتا ديل سبورت تغنت بتعملق الذئاب في اللقاء لتخرج بعنوان قالت فيه النينجا الأوسكار والإنتر يختفي. فقد أشادت الصحيفة مليئا بالنجم البلجيكي رادا نايجولان مشبهة اللاعب بالنينجا بعدما قهر نيرازوري وساهم بشكل كبير بقيادة فريقه للفوز. وقالت الصحيفة نايجولان لاعب كبير حقا بعدما سجل الهدف الأول على طريقة النجم الإيطالي الشهير ديل بييرو بالطريقة المنحنية، والهدف الثاني بصاروخ من مسافة بعيدة. وأضاف إعصار النينجا يضرب إنتر، نايجولان يسجل من تسديدتين، وإيكاردي يعيد الأمل ثم الاحتفال من بيروتي الذي أبقى الفارق مع اليوفي إلى 7 نقاط. وصلنا وياكم مشاهدين الكرام إلى فقرة الكريكاتير التي سنتابعها من الجزيرة السعودية والأيام البحرينية، وكذلك أبرز صور من عدسة الصحافة. إذن مع فرحة لاعبي الريال بالفوز بالأمس في مباراة فياريال، نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج عناوين. شكرا لكم على كرم المتابعة، ونلتقي إن شاء الله غدا في نفس الموعد. تقبلوا تحيات فريق العمل، إلى اللقاء.